بيكم. انا اسمي رانيا سلطان، انا سيرتيفايد لايف كوتش، انا بشتغل تحت المظله بتاعه الانترناشنال كوتش فيدريشن او الهيئه الدوليه لللايف كوتشز. انا طبعا ملزمه بالكود اوف اثكس والرولز والريجليشنز بتاعتهم، يعني القواعد المهنيه والاخلاقيه بتاعه المهنه. انا كمان معايا ماجستير في الكوميونيكيشن ستاديز او علوم التواصل الانساني. انا درست التواصل الانساني في نواحي مختلفه، الانترا بيرسونال هو حديث الانسان مع نفسه، الانتر بيرسونال اللي هو العلاقات الشخصيه او الريليشن شيبس، الانتر كالتشرال اللي هو بين الثقافات المختلفه. كمان درست التواصل الانساني في الميديا والبوليتكس السياسه وفي الاورجانيزيشنز او الشركات. انا كمان معايا ماجستير في البيزنس ادمنستريشن او اداره الاعمال، وكان الفوكس بتاعي هو الهيومن ريسورس مانجمنت او اداره الموارد البشريه، واشتغلت كوربوريت ترينر لفتره طويله جدا. كمان حاليا انا بدرس الديجيتال ماركتنج او التسويق عن طريق الانترنت، والتسويق هو ايه غير انه رساله بيقدمها للناس. فكل الدراسه بتاعتي كان الاساس بتاعها هو التواصل الانساني. لكن اكتر شهاده عزيزه على قلبي وقريبه مني هي السيرتيفيكت اللي خدتها في اللايف كوتشنج، لانها اضافت البعد الانساني لكل الدراسه بتاعتي. اللايف كوتشنج هو عباره عن رحله استكشافيه بدخل فيها معاكي عشان تكتشفي فيها الحاضر بتاعك وترسمي المستقبل. فانت بتكتشفي فيها نفسك، بتعرفي ايه مواطن القوه وايه التحديات اللي جواكي، ايه اللي مكبلك، ايه اللي مش مخليكي سعيده، ايه اللي مش مخليكي عارفه تنطلقي في حياتك. ساعات الواحد بيبقى تايه، فبيبقى محتاج طرف اخر يجي معاه يبص معاه على حياته ويساعده ان هو يوصل للاجابات بتاعه الاسئله اللي جواه. فدي الرحله اللي انا بعملها معاكي. اللايف كوتشنج انا مش بدخل عشان معاكي كخبيره اجي اقول لك اعملي كذا واديكي نصايح، ده مش دوري. انا دوري انا بارتنر معاكي، انا رفيقه الضرب معاكي او الكومبانيون اللي بتمسك ايدك وبتفتح لك الكشاف وبتقول لك بصي على حياتك اهي، شوفي انت عايزه ترسمي الخريطه ازاي وشوفي عايزه توصلي ازاي. عن طريق الباورفل كويستشننج بسالك سؤال ورا الثاني ورا الثالث، كل سؤال بتعملي فيه ريفلكشن، تقعدي تحللي الوضع اللي انت فيه وتلاقي اجابات كتير الاسئله اللي جواكي. انا ليه مش عارفه اتحرك؟ ليه في صوت في دماغي بيقول لي ان انت مش هتنجحي؟ ازاي احول الصوت ده بدل ما يقول لي مش هتنجحي هو اللي يدعمني ويخليني انجح؟ انا ليه مش سعيده؟ انا ليه مش مبسوطه؟ انا ليه مش راضيه؟ كل الاسئله دي هتلاقي لها اجابات، ولكن اجابات هتطلع منك انت. فعلشان كده انا بالنسبه لي اللايف كوتشنج ما هواش مجرد مهنه، لا هو كولينج، هو ده الدور بتاعي اللي انا المفروض اعمله في الحياه. انا الحياه حياتي ثريه جدا، سافرت بلاد كتير، شفت ناس كتير، شفت منهم الصالح والطالح، شفت ناس اغنيه جدا وشفت ناس رقيقه الحال، شفت ناس متعلمه قوي وشفت ناس تعليمها على قده جدا. وفي كل الحاجات اللي عملتها في حياتي تعلمت حاجات كتير. انا كنت موجوده في كلتشر اتولدت في مصر وتعلمت فيها، وجيت هنا امريكا بقالي 20 سنه وتعلمت ودرست هنا. عارفه يعني ايه ان انت تتشالي من بيئه تحطي في بيئه تانية، وتتقلعي من ارض وتتحطي في ارض تاني. عارفه يعني ايه ان انت تبقي حاسه بالضياع وان انت مش عارفه تمشي في انهي اتجاه، وعارفه يعني ايه ان انت تلاقي هدفك في حياتك وان انت تسعي وتعمليه لغايه ما تنجحي. انا عديت بده وعديت بده، وعلشان كده كل كوتشي كنت بقعد معاه كنت بحس ان التجربه اللي هو عدى فيها لمست حاجه جوايا، وعديت انا بتجربه زي التجارب دي. فانا دلوقتي بمدلك ايدي بقولك ده دوري في الحياه، اني امدلك ايدي واقولك يلا تعالي انا هساعدك تنجحي، لان انا عارفة ان انت لما تنجحي انا كمان هنجح معاكي.